معكم محمود بالحسن، مدير ومؤسس مهرجان مكناس للدراما التلفزية اللي كيجي في الدورة 13 بحلة جديدة، ودائما كيف ما كان وعد الجمهور أننا نجيب الجديد ديال كل دورة. هذا جديد، هذا الدورة هو انفتاح المهرجان على صنف جديد من الدراما التلفزية اللي هو صنف السلسلات الكوميدية، إلى جانب بطبيعة الحال المسلسلات والأفلام التلفزية. كذلك هذه السنة تم تكريم في حفل بهيج يعني كل من الفنانين سعاد فخيي وسي أحمد الناجي اللي أعطوا الكثير للمسرح والتلفزيون والسينما. هذه السنة هذه كذلك تمت برمجة ندوة علمية ستناقش يعني الدراما التلفزية الوطنية، آفاقها، إشكالاتها، يعني تطورها، في رؤى متقاطعة بين كل العاملين والفنانين والمهنيين ديال الدراما التلفزية. كذلك لابد أن نشكر كل من يساهم في هذا المهرجان في إنتاج الدراما، أولا الفنانين بطبيعة الحال إن لولاهم ما يكونش هذا المنتوج، ثانيا كاين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية اللي كينتجوا هذه الأعمال وكيحرصوا أنهم يطوروا الدراما الوطنية، بالإضافة إلى جماعة مكناس، عمالة مكناس، جهة فاس مكناس، جهة المشوار السينية، هذو كلهم شركاء. كذلك هذه السنة هذه اللي كيواكبنا المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وأتمنى أن يحج الجمهور خلال هذه الدورة بكثافة لمشاهدة الأفلام وللقاء بالفنانين الحاضرين والمشاركين في هذه الدورة.